يا ما انت كريم يا رب، ده لسان حال جمهور النادي الاهلي بعد نهايه مباراه سان داونز. اكيد طبعا فوز كنتيجه مهم جدا جدا جدا، رغم طبعا الزعل اللي ممكن يكون حاصل بسبب الاداء الفني طوال ال 90 دقيقه، لكن مهم جدا المباراه. الحمد لله ان هي خلصت النادي الاهلي بهدفين مش بهدف واحد، عشان لحد ما اللعيبه يعني تبقى عندها مساحه شم نفس في ماتش العوده اللي هيكون صعب للغايه للغايه قدام منافس اثبت في ماتش الذهاب رغم الهزيمه 2-0 ان هو منافس قوي للغايه وعمل مباراه فنيه وتكتيكيه عاليه جدا، وهو سان داونز. بيتسو موسيماني بيواجه فريقه القديم واللي المفروض عارف معظم مفاتيحه وعارف معظم اللعيبه اللي في الفرقه، تقريبا 80% من اللعيبه اللي مثلت سان داونز في ماتش امبارح هي تقريبا اللي لعبت ماتش السنه اللي فاتت، فيش تغييرات كتيره، لكن شفنا تكتيك واداء مختلف ربما عن مواجهه السنه اللي فاتت لما كان بيتسو موسيماني هو المدير الفني. سان داونز امبارح فاجئنا بضغط عالي وشديد جدا 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 على النادي الاهلي، للدرجه اللي خلت النادي الاهلي عاجز في عمليه بناء اللعب في مواقف كتيره، رغم ان كان في برضه شكل مشابه للي شفناه في ماتش القمه وبعض النقط اللي كان ممكن النادي الاهلي يستغلها، لكن برضه في اخطاء حصلت فنيه برضه هنتكلم عليها في تحليل النهارده. بدايه المباراه سان داونز لعب بطريقه اقرب الى 3-4-2-1، والخطوره الفعليه كانت عند الثنائي ده سيرينو وشلاولي، الاثنين اللي بيلعبوا ورا المهاجم الصريح متوبة، والامانه اللي ما قدرش يعوض غياب زواني، وده طبعا غياب زواني اثر بكتير على مركز المهاجم الصريح في سان داونز، ومتوبة ما قدرش طبعا جسمه طويل و يعني عضلاته كتيرة، فبالتالي حركته خفيفة شوية، حركته تقيلة يعني بطيء جدا 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 عن ما كنت تشوف مثلا لو كان زواني مهاجم سان داونز ومهاجم منتخب جنوب افريقيا الشهير كان ممكن يبقى موجود. نادي الاهلي لعب بال 4-2-3-1 الطبيعيه واللي لعب بيها مباراه الزمالك، وشفنا اداء او بدايه مشابهه لماتش الزمالك. سان داونز بيضغط على النادي الاهلي وبيمنعه من صناعه اللعب في او بناء اللعب في نص ملعبه بسبب الضغط الشديد، وكل لاعب كان بيحاول النهارده هو يقرب عشان يمنع النادي الاهلي انه كمان ياخد الكره الثانيه. نفس اللي قلته في ماتش الزمالك لو كان حد في حضراتكم سمعه او شافه، مشكله النادي الاهلي لما كان بيخرج بالكوره من نص ملعبه الكرات الطوليه مش متقنه، الكرات الطوليه بتتلعب بباور زياده على اللزوم، زياده قوي، يعني انت هنا اهو في نص ملعبك مفيش ضغط عليك، اسهل حاجه انك تعملها ان انا اقول لك اعمل السرو لوب لزميل ليك لمحمد شريف او طاهر او حسين الشحات عشان تحطه دايما في موقف واحد على واحد، لازم تعملها كتير. المره الوحيده اللي عملناها في الشوط الاول كانت من اليو ديانج لطاهر محمد طاهر بعد البدايه القويه جدا من سان داونز، حط طاهر محمد طاهر في موقف واحد على واحد، استقبال كان اكثر من رائع من طاهر، هو ده في وجهه نظري نص الجون، نص الجون الاستلام الرائع من طاهر انه قدر يحط الكوره تحت رجله وخلاه وشه مواجه للمرمى وقدر يخترق لعمق الملعب ويسدد في الزاويه البعيده، هدف زي ما كتاب كره القدم بيقول. بس كنا محتاجين نعمل ده اكتر من كده، كنا محتاجين ان احنا وانس سان داونز قرر ان هو يضغطنا كان لازم نعمل الكره دي كتير بشكل متقن. مشكلتنا ان عمرو السوليه او حتى ايمن اشرف او حتى في بعض الاحيان اليو ديانج كانوا عندهم باور زياده قوي قوي في لعب الكرات الطوليه، وكانت بتسهل الماموريه لأونيونجو حارس مرمى سان داونز، الكره كانت بتروح له بسهوله جدا. النقطه الثانيه اللي كانت مشكله في نص ملعب النادي الاهلي هو عدم التحرك بدون كره، واضح جدا جدا يعني ارهاق ذهني، كل واحد يقول المبرر اللي هو عايز يقوله، لكن في النهايه انت بتلاقي ان لعيبه النادي الاهلي اللي معاه الكوره بيعمل ايه؟ بيسلم الكوره، وانس مسلم الكوره كله واقف، كله واقف، وبالتالي
كله واقف، ده معناه ايه؟ ما عندكش اوبشنز للتمرير. النهارده لما اجي اقول لك في ضغط من لعيبه سان داونز، هتلاقي دايما لعيبه سان داونز نص الملعب صعب انك تلعب الكره، على عكس ده بيحصل. على عكس لو الكره مع سان داونز كنت بتلاقي ان لعيبه سان داونز منتشره باسلوب يخلي عندهم كذا اوبشن للتمرير، وبالتالي كان بيعملوا هجمات خطيره. اذا بتلاقي اللاعب هنا معاه الكوره ده فضيله، ده فاتح له وده بيجري له. ليه؟ اللي بيسلم الكوره على طول بيتحرك مش بيقف، يسلم الكرة على طول ياخد مركز، ولعبة متدربين عليها بشكل كويس جدا 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 جدا، وكانوا بيقدروا ان هم يطلعوا مساحات وفجوات في نص ملعب النادي الاهلي. الامر ده كل واحد يرجعه بقى للسبب اللي هو عايزه، لكن طبعا احنا بنتكلم عشان ماتش العودة اللي اكيد مش هي فوجه نظري مش هيستحمل نفس الاداء بتاع الماتش ده، في الظل ان انا اعتقد سان داونز هناك هيلعب بطريقة اقرب الى الاربعة تلاتة تلاتة، وهيهاجم بكامل خطوطه استغلال النقطتين. طبعا ملعب الساعة تلاتة العصر، والنادي الاهلي لحد ما بيواجه مشكلة في الملعب الضيق اللي عندهم، فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بقى واخد باله مش عايزين نكرر الشكل ده اللي شفناه خصوصا في الشوط التاني اللي هنتكلم عليه هناك في مباراة العودة في بريتوريا. طيب الشوط التاني سان داونز دخل طبعا مغلوب 1-0، وطبعا الحكم يعني كرمه جدا 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 في ركله الجزاء غير محتسبه على اونيانجو، وكان مفروض كمان يعني اعتقد كان ممكن لو الحكم يعني شاف اللعبه كويس كان ممكن يديه طرد، لانه دخل باسترزات الحذاء في ظهر محمد شريف بشكل مبالغ فيه. وبرده ما انكرش ان كان في كوره لرامي ربيعه، عشان برده نقول لينا واللي علينا، كوره لرامي ربيعه كان ممكن واضح قوي كان سهل انه ياخد فيها الانذار الثاني بعد تدخل قوي على سارينو، كان ممكن برده يكلف النادي الاهلي الطرد. لكن الشوط الثاني نادي سان داونز دخل وزود الضغط بتاعه وزود الاختراقات بتاعته، وكمان طير واحد من مساكين شرمنتو كان دايما بيزيد مع لعيبه خط الوسط عشان يكون لحد ما الفرقه كانت بتهاجم في الشوط الثاني ب 2-4-4، يعني شكل احنا ربما هنشوفه في ماتش العوده. فالشوط الثاني سان داونز قدر ان هو يحط اربع لعيبه قدام خط دفاع النادي الاهلي ويفتح المساحات بتاعته، بيعمل استريتشنج للملعب فظيع وبسرعه هائله. ده كان شكل الفريق في معظم دقايق الشوط الثاني، مخلي الكوره دايما في نص ملعب النادي الاهلي وبيهاجم على اطرافه وشادد الملعب لغايه الخط هنا ولغايه الخط هنا، امر اجهد لعيبه النادي الاهلي. حتى شفنا طاهر محمد طاهر في اوقات كتيره كان عنده مشكله في العوده انه يامن مع محمد هاني في الخلف، محمد هاني برده كان في اوقات كتيره بيروح عليه اتنين لعيبه. لكن بصراحه برده لازم نشيد بالدور الدفاعي اللي عمله أليو ديانج، وخصوصا حتى تشوفها في كرة الهدف الثاني اللي قطعها من البداية أليو ديانج بيقدر يمد رجله بطريقة مميزة جدا ويخطف الكرة. فالحمل كله كان على أليو ديانج في ظل وجهة نظري واضح جدا ان عمرو السولية مجهد تماما جراء الماتشات المتتالية الأخيرة. بس بإذن الله بإذن الله بإذن الله النهاردة هنتكلم النادي الأهلي لعب يوم السبت في أسبوع راحة، طبعا الفرقة هتسافر يوم الاثنين لبريتوريا، فدي مساحة للفريق يقدر يستريح ويستعد لمواجهة هتبقى قوية جدا جدا في ظل الأداء اللي شفناه من سان داونز. سان داونز حاول على قد ما يقدر في النص ساعة الأخيرة انه يعتمد على الكرات الطولية وكمان الهجمات المرتدة. شفنا الهجمة المرتدة اللي اتشاطت من مديبة في عمق ملعب النادي الأهلي كانت خطيرة جدا جدا على مرمى محمد الشناوي، ودي نقطة لازم طبعا نخلي بالنا منها. النقطة الأخيرة اللي لازم النادي الأهلي ياخد باله منها فعلا، الكرات الثابتة عند سان داونز خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة، سواء كانت ضربات ركنية أو ضربات ثابتة، وبيغيروا فيها التكتك. شفنا في تكتك اتلعب إن الكرة واحد بيخش لقدام عشان الكرة تتلعب على العارضة البعيدة في ظل طبعا ربما مدافعين الأهلي يظنوا إنها تتلعب على القريبة، وشفنا في تكتك اتلعب إن الكرة اتلعبت على القريبة. وهنا نلاحظ بقى يا جماعة حاجتين مهمين جدا، لو الكرة اتلعبت بالونة لازم تتلعب على البعيدة. ليه؟ عشان الحارس يبقى عنده مشكلة لو خرج كل المساحة دي من مرمى. طيب لو الكرة اتلعبت على القريبة ما تتلعبش بالونة، الكرة الاوفر يعني الكروس ما يتلعبش بالونة، الكرة تتلعب بكروس سريع قوي. ليه؟ عشان يخش اللاعب يخطفها مجرد هو بس يلمسها تروح في الزاوية القريبة، وده يورينا ازاي برضو انسان داونز بينوع من اسلوب هجماته في الكرات العرضية ما بين البالونات وما بين الكرات المرفوعة بشكل سريع وقوي للغاية. برضو على الناحية التانية اكيد نادي الاهلي
ربما في الشوط الثاني ما شفناش هجمات خطيره على مرمى انيونج وغير الكره اللي خدها صلاح محسن من الطرف الايسر ويدخل بيها وحاول يشوط كره عرضيه وكره الهدف. ما شفناش خالص هجمات غير دول. لكن موسيماني حاول على قد ما يقدر هو يدعم لعبته بلعيبه فريش. طبعا تغيير ياسر ابراهيم مكان رامي ربيعه كان اساسها ان رامي ربيعه خلاص كان قاب قوسين او ادنى ان هو يطرد. مش عايزين يعني ندوس في النقد اكتر من اللازم، ولكن شيء مهم جدا 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 النادي الاهلي ما يكررش الشوط الثاني ويبقى رد فعل هذا الوقت الطويل. نقطه خطيره جدا تاني هو بكرر، مفيش مشكله تبقى رد فعل بس الوقت معين، ما ينفعش ابقى رد فعل ل 45 دقيقه كامله، لان انا هنا لو سبت الاستحواذ للمنافس ومنافس قوي زي سان داونز اكيد هيهدد مرمايا، وربما التوفيق لو كان معايا النهارده ما يبقاش معايا المره الجايه. فعشان كده مهم قوي ان انا احاول نلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها رينيه فايلر هناك في بريتوريا في ماتش العوده السنه اللي فاتت، لما بادر بالهجوم وطلب من لعبته ان احنا محتاجين نستغل بقى ان احنا طلعنا من ارضنا كلين شيت، عايزين نحط جون في مرمى سان داونز، لان الهدف النادي الاهلي في بريتوريا ان شاء الله باذن الله باذن الله يوم السبت الجاي، يعني ان سان داونز محتاج يحرز 4 اهداف، جون الاهلي باربع تجوان. فمهم جدا جدا ان موسيماني ينزل وفي عقله ان انا محتاج اجيب جون، اوعى تحافظ على الهدفين، لا لازم تبقى عقليتك في بريتوريا في البدايه تاخد انت المبادره، اوعى تسيب لهم المبادره. لو سبت المبادره او لا قدر الله لو دخل فيك جون هتبانك، انت هتتعصب وهتلعب مضغوط، واللي يلعب مضغوط يستقبل التاني، وهي الطريقه لحد ما تفكرنا بماتش الترجي 3-1. النادي الاهلي كان كسبان 3-1 هنا في القاهره، راح هناك تونس مش عايز يجيب جون، كان عايز يحافظ. لما انت حافظت زياده عن اللزوم اول ما جه فيك الاول خلاص انت ارتبكت، حصل لك البانك، والبانك خلاك تستقبل التاني وتستقبل التالت لا قدر الله. فمش عايزين نكرر السيناريو ده ان شاء الله في ماتش يوم السبت الجاي. وتالي طبعا سيناريو الهدف التاني يفرح جمهور الاهلي، انت تحس ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك، ان الهدف بصراحه قلما ما ممكن تشوفه بيتم احرازه فين في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، وفين في مرمى سان داونز. طبعا ده امر مش سهل، لكن امر ربما يشير الى ان ربنا سبحانه وتعالى كاتب للنادي الاهلي ان يكسب 2-0 بدل 1-0 نتيجه افضل، وباذن الله باذن الله باذن الله ربنا يكتب للنادي الاهلي التاهل من جنوب افريقيا الاسبوع الجاي. ده كان تحليل سريع لمباراه الاهلي وسان داونز. الف مبروك للنادي الاهلي الانتصار، وان شاء الله المباركه تبقى كامله باذن الله باذن الله يوم السبت الجاي بعد التاهل الرسمي. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعد.